السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي اخواتي متتبعين قناة ام جمانة. مرحبا بكم في الفيديو الجديد اللي غادي القناة ويلقاكم في نواحي المحمدية منصورية احد المحلات التجارية. هنا كيف ما كتشوفوا السلعة وفيرة والاثمنة هي ما بيهاش توخى طالعة واحد شوية، ولنا الخير موجود. انتما كيف ما كتشوفوا هنا الحليب، هاد الفرع هذا عامر بالحليب والمشتقات تاعو من الفرماج الزبده كلشي. كما كتشوفو هنا الفرماج، هذا الفرماج تاع بيتزا، انا كيعجبني شخصيا ولاني كنفضل نصوبو في الدار. كما كتشوفو معنا هنا، خليكم مع الفيديو، فرجه ممتعه.